يا ريت بقدر كون نظرة من عينيك، ويسموني مجنون عجنون حبي ليك. يا ريت. أوبس. سوري سوري عن جد سوري. يلا يعني استاذ يلا سوري ما رأيت يلا مشي. يا ريتني طفل صغير ع حبك قربة وصير اشعر بالحرير من نعومة ايديك. حلو هذا شيء كثير هذا شوي صراحة يعني عن جد هيدي ما تخزيني انا زلمي معروف فنيا وعندي اسم ماني مضطر ماني مضطر اتسمع هيك قصص يعني مضرور كثير بس هالقد اذا مضرور يقعد ببيته استاذ ابو فارس يعني نحن بمقابلة تلفزيونية بيعمل مونتاج بيعمل كات ما لنا مشكلة كباية ماي بليز كثير هالقد انا عندي اسم فني وشخص معروف عم بطلع على الشاشة وهلا عم حضر لمهرجانات الصيف وعندي كذا عمل تلفزيوني وسينمائي عم بشتغلهم لحضرلهم يعني لا هيك صارت القصة سوري يعني صارت القصة واضحة وشغلي منا منطقية أبدا قصة واضحة بشو يعني؟ يعني ما تواخذيني اللي عم يعمله هو منه منطق لا إيه منه منطق منه منطق بعدين نحن عم بنطلع على الشاشة لحظة بليز ما بتصير معك أعوذ بالله بهيك وضع لا بستثني هيك وضع بيعتذر وبطلع لبرا بليز في شيء فليني شو بدي يعني هم لا هي انت جاي ضيف مثلي مثلك مفروض تحترم اللقاء ومفروض يكون وجودك له اهميه مثل ما انا وجودي اهميه بهاللقاء انا عم بقول لك سوري سوري ولا لبناني خي انا زلمي سوري يعني ما تاخذني اوكي بس انه احترق نايم امبارح بالاي سي لا نو انا اخذ برد مريض انا ما لي علاقه صارين بس العنب تشوفني على التلفزيون بدها تشوفني بدها تسمع الحوار اللي عم بيصير بيني وبين المذيع انا شو قلت لك مين قلب صوبك لك انا مضروب مضروب يا خيي عود ببيتك تعالج ببيتك اوبس مش منطق هيك مزعجة بس انا لي طلب منك استاذ ابو فارس يا ريت بتحشر حالك لا 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 لحد هون وبس معلش انا بعتذر ما بقدر خلص سوري خلص يا بيكون وجودي هون له قيمته ويا اما انا بعتذر سوري انا وياك ذات الشيء يعني ما فيك خلص خلص انا كرمالك صراحه انا مالك اسمعني شوي هلا بالمنتشرين كلهم مالش من اول جديد طيب اوكي بس يا ريت تحشر حالك بس يلا بس عجلي بليز لأني يلا من أول جديد يلا من أول جديد أهلا وسهلا أستاذ وهيب أوكي أهلا وسهلا فيك أوكي هيدا كله نحن قايلينه رجع قال لي شعر حلو من الأول خلينا ناخذ مقطع شعر لأنه مظبوط لأستاذ أبو فارس بقوله أبو فارس أو للجمهور ما للجمهور بدك تحب تحيي حدا أنا بحب حيي أول شيء جالي كله بأستراليا أوكي حيي كل اللبنانيين من بعد هالعيد الفضيل رمضان بعيدهم ان شاء الله بحبوحه وحياه حلوه واستقرار وسلام واهلا وسهلا فيك كمان انا نتامل منك تروح لعنا اوستراليا اهلا انا اللي شرفنا فيكم نحن شكرا وانا شاعر لبناني وطني وعندي كلام كثير حلو للوطن وللبنان في كلمه قصيده صغيره بتقول لبنان باقي وشعبه بيضله وببلاد الخير أحبابه بيضلوا ما بدنا نترك الأرض البرية ما بدنا السيف على الأرز ينسلوا حلو بدنا ناكل اللقمة الهنية ونجبر أهل البغض يفلوا تتحرر أرض الكرامة اللبنانية ساعتها أعلان النصر علو حلو 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 جود سلمها التمس عن جد أنا ولا على إذا بتجي إلي بحب أنا كل شيء حب ورومانسي بحب العواطف بحب يعني الامرأة عندي أنا بقول لها إذا بدي الامرأة شغلة أنا الامرأة عندي هي الألم الرئيسي اللي فلي الشاعر الحلو أنا اللي بحبه اللي بغزل شو بدك غزل أنا عندي سمع أنا جربت مقطع عندي غزل كتير حلو تفضل هذا بنهدي له لكل يا ريت بتطلع على الكاميرا وبتقول للمشاهدين غير عيونك ما بدي تبقي وتضلك حدي بسحر عيونك هالحلوين ما حدا مولع قدي لا صراحة أنا لحد هون وبس أنا مضطر انسحب سوري لا 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 أنا لقلك شغلي أنا مضطر انسحب
خلص شغلي ما عشتي الحمل يما بكون إلي كرامتي واحترامي. لا 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 خلص أنا رويح رويح أنا زلمي عندي كرامتي وعندي عنفواني أنا زلمي بدي أعتذر منكم. لا يا خيي لا مضرور لشيء أنا زلمي سوري سوري. لا لا أوعى أوعى يا إما يا إما أستاذ رهيب عليك وعلي القصة شو بس عليك؟ عليكي ولا علي بس انا ضيف ولا لا؟ انا ماني جاي اسمع اشياء بلا طعمه ولاني مضطر انا وجع راسي والعالم تسمع كلامي وانا منرفز ومعصب. لا 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 سوري ما تاخذيني ما تاخذيني انا صاحب عندي شغل وماني فاضي لهيك اجواء. هلا انا زلمي عنده زلمي ما احترمني ولا قدرني ولا اعطاني قيمتي المعنويه ولا قيمتي وجودي انا معي. يا خي خلص انتهى الموضوع انا بعتذر منك سوري خليني انا بعتذر منك انا يا خي خي لحظه انا زلمي جاي ضيف ولا لا؟ ضيف. انا زلمي جاي ضيف وكرامة للست الحلوة الموجودة معي احترمتها ولبيت دعوتها بس انا ماني مضطر اتحمل الموجود. شوف حكيمي عالجك وبعدين تصلي في ساعتها. يا عيني اعطيني موعد اعطيني موعد تاني. اسمعني شوي سوري اسمعني شوي. اذا الى معزة عندك منسى اللي مضى خي اي مضى ما عم بتخلينا نحكي ولا عم بتخليني ايه ثبت وجودي كشاعر ولا ثبت وجودي. خلص انتهى انا سوري بعتذر وان شاء الله انه بلقاء ما يكون موجود هو غير ما يكون موجود معي لك انا مستحيه منك مستحي. ذكرنا بالاسم وهيب مشانتر. خلاص انتهى انتهى انا زلمي ماني مضطر اتحمل هيك قصص ما توخزيني وانا بنسحب. يا عيني انا زلمي خليكي معي انا ممثل انا ممثل اسمي على الشاشه وبطلع على المسرح وبقدم مهرجانات وهلا عم بتحضر لمهرجانات عندي موجوده انا واسمي رح ينزل اسمي دائما موجود على الشاشه. يا خي انا ماني مضطر لحظه اسمي كريم وهيب مشانتر بعده بعيد نفس الموال يروح يشوف حكيمي يفحصه معدته ويدوي. انا ماني مضطر عصب احسن ما يصير معي. لا 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 انا يصير معي هستيريا انا عندي مشاكل بالقلب انا عندي مشاكل بالقلب ماني مضطر عصب مغترب. استاذ شو استاذ اللي فهمك منه انا زلمي ماني مضطر اقعد معك يا بتنسحب لكافي المقابله يا اما خليني انا انسحب. استاذ الي وهيب انا بس ما تعتذر خي روح شوف حكيم خلص سوري ما تاخذيني. لحظة يا ستنا يا ستنا لحظة شوي يعني انت عم توجه لي كلام لالي هلا انا مش عم بوجه انت اللي جبت الضيف ولا لا؟ مش انت داعي الضيف؟ ضيفين ما هي الحلقة خي اي ضيف مين ومين معك؟ اي ضيف بالحلقة مين ومين معك؟ اي ضيف مين ومين؟ خليكي معي استاذ وهيب واستاذ اسمعي اسمعي جمعتيني باجواء الكيف ونحن بعز الصيف وانا بعتذر منك ما بدي اشوف هالضيف خليني فل الله يرضى عليكي. قول انا عم زهقان انا الام تي في ما كان حاطينها لا حسيتيها لا 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 لا